ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط، من قلة أموال، من قلة أرزاق، قل ما تشاء، ولا أنفسكم من فقد الأولاد، من الأمراض، إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي تلك الأرض وتلك الأنفس أو تلك المصيبة. إن ذلك على الله يسير، ما يقع في هذا الكون يسير على الله عز وجل. لما؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على ما فاتك، ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرح فرح طغيان وتكبر إذا تحصلت على هذه الدنيا.